زي ما نوهنا في بداية الحلقة أنا وكريم، الفقرة دي هيكون معانا فيها رئيس اتحاد لعبة البادل المصري، اللعبة اللي بدأت يمكن مش عندنا خالص، بدأت في المكسيك في الستينيات وبعد كده تأسس الاتحاد الدولي كان عام 91، وحاليا يعني بدأنا احنا كمان ننظم بطولات قارية ودولية. هنتكلم عن كل ده ويعني وتفاصيل أكتر، وإيه اللي شهر أصلا البادل عندنا وليه المصريين حبوا البادل قوي بشكل كبير، رياضة مستحدثة إلى حد ما بس لقت يعني رواج كبير جدا ما بيننا. خلينا مرحبا بك كابتن احمد غتواري رئيس اتحاد البادل. بونجور. بونجور، اهلا بيك. صباح الفل. صباح الجمال، سعداء بوجود حضرتك معانا. دي تاني مره تنورنا، المره الاولى كان لسه الاتحاد تحت التاسيس، لكن دلوقتي تم اشهار الاتحاد. مظبوط، صح. مليون مبروك يا فندم، موفقين. بس احنا عايزين نستاذنك ان احنا قبل ما ندخل معاك في تفاصيل بقى القعده الحلوه دي، في كلمتين لازم يتقالوا عن الماتش الجاي ان شاء الله. لا هو بس الواحد عايز يفكر حضراتكم تاني طبعا بسؤال السوشيال ميديا، ابعتوا لنا عشان عايزين كم كبير من التوقعات. وتاني يعني لما نيجي نتكلم تحديدا اصلا على استاد هزاع برضو يا كريم، انت الاستاد ده بصراحه انا من الاستادات اللي بتفائل بيها، لان طبعا اخر زي ما حضراتكم عارفين اخر بطوله لعبناها هناك واخر مباراه كسبنا 3-2، ده كان عام 2016 تحديدا. اعتقد برضو دي ذكرى لن تنسى لاي اهلاوي، كانت حاجه محترمه جدا، حاجه مشرفه جدا. فانا متفائله باذن الله، يعني كده عارف في عوامل بتبقى ايه حلوه. طبعا شوف المشهد عامل ازاي، حاجه ولا اروع بصراحه. استاد محترم فعلا، يعني بالتوفيق ان شاء الله. زي ما كنت بقول لحضراتكم هيتم تقسيم ساعة الملعب كله بين مشجعي الأهلي والزمالك، ده غير التايفو لجماهير الفريقين. هنشوف شكل جميل، أداء جميل بإذن الله، وتنافسية شديدة، وفي نفس الوقت برضو حفل يعني هيقدمه تاني النجم أحمد سعد. فأعتقد بإذن الله تبقى أو يبقى مشهد محترم في الأول وفي الآخر، وإحنا ما عندناش شك في ده على كل حال. يعني نرجع بقى لحضرتك. أيوة. والبادل كابتن احمد، وزي ما كنت بقول ناخد الموضوع من هنا. احنا طبعا هنروح لتاسيس الاتحاد يعني بلا شك انا وكريم، وهنتكلم في تفاصيلها. بس فكره هنا بقى ان انا بتكلم عن رياضه جديده مستحدثه لقت رواج، نجحنا فيها جدا، بقينا نخش بقى دلوقتي خلاص هنتكلم في بطولات. فخلينا نبدا من هنا. لا هو يعني الحمد لله البادل يمكن لقت اقبال قوي جدا من الشعب المصري، ويمكن انا دايما بقول ان الشعب المصري بيحب كل ما هو رياضات مضرب. شفنا قبل كده ان احنا عندنا ابطال كتيره في رياضات مضرب اخرى. لعبه اجتماعيه جدا، احنا بننزل اربعه بنلعب مش اتنين، فمعظم الشباب بيشوفوها طب ما تيجي ننزل نلعب شويه وبعد كده نبقى نتقابل. فيعني فيها عوامل كتيره ادت ان الرياضه تنتشر بصوره كبيره جدا في مصر. يعني المستويات بتعلى، عملنا حبه حاجات كويسه الحمد لله في الاتحاد ساعدت برضو على الانتشار. فشايفين الحمد لله لحد النهارده ان الفيدباك بوزيتيف جدا، ويا رب يستمر على كده. احنا عايزين نعرف بقى حبه الحاجات دي، يعني على الاقل مبدئيا كده الفتره ما بين وقت ما كان الاتحاد قيد التأسيس أو لم يشهر بعد لغاية لحظة الإشهار، أكيد في حاجات كتير حصلت وكان في ترتيبات كتيرة بتترتب عشان نقعد بقى ونتكلم مع حضرتك في تفاصيلها دلوقتي. إيه اللي استجد؟ لا هو يعني هو الاتحاد احنا يمكن اشتغلنا على في الاتحاد، يعني كان لينا يمكن حتى في اخر قعده كان لينا انجازات عملناها الحمد لله، والاتحاد اصلا لسه تحت التاسيس. طبعا الوزاره بقياده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي دعم جدا الفتره الاخيره للاتحاد، واحنا دايما بنشكره وبنحييه على كده. كان لينا انجازات قويه جدا الفتره الاخيره، من ضمنها ان احنا استضفنا تصفيات كاس العالم لقارتي افريقيا واسيا في شهر سبتمبر اللي فات. مصر الحمد لله قدرت تتاهل لكاس العالم في انجاز تاريخي، ان احنا الاتحاد يمكن ما كملش 3 أو 4 شهور وتاهلنا لكاس العالم، وكنا اول فريق افريقي يتاهل لكاس العالم. ده كان تحدي كبير اكيد. تحدي كبير جدا، لان احنا بصراحه احنا كنا بننافس دول بقى لها يمكن 7 أو 8 سنين بتنافس في كاس العالم وشاركت في كاس العالم. قدرنا بعد اشهار الاتحاد ب 10 ايام فقط ان احنا نتعاقد مع احد افضل المدربين الارجنتينيين لاداره المنتخب، يعني قدرنا نشكل فريق في وقت قصير جدا، نافسنا في تصفيات كاس العالم، كسبنا فرق زي اليابان اللي هي شاركت قبل كده في 3 أو 4 وكاس عالم، فرق زي استراليا، وتاهلنا الحمد لله. وكان انجاز تاريخي يضاف برضو، غير ان هو يضاف للدوله المصريه يضاف برضو للاتحاد الدولي للبادل، لان دي لاول مره في التاريخ هيكون في فريق افريقي بيشارك في كاس العالم. الحمد لله السنه دي برضو مصر كانت رابع اكتر دوله في العالم بتنظم بطولات دوليه، وحطينا برضو في 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 منطقه كويسه جدا مع الاتحاد طبعا الدولي طبعا. فالحمد لله يعني شغالين على الخطه بتاعتنا. جميل. طيب ممكن اعرف برضو سر التالق،
يعني ورائي، يعني هل هي لعبه زي ما حضرتك اتكلمت ان هي اي لعبه مضرب بتلاقي استحسان من مثلا عندنا او من لعيبه او من مجتمع عندنا اصلا في مصر، خصوصا احنا عندنا معلومه ان السكواش احنا متالقين فيه جدا، ولا الموضوع راجع لاسباب اخرى مثلا اشتغل عليها قائمين على هذه اللعبه وبعد كده دلوقتي سهل امور ايضا الاتحاد؟ يعني انا عايز اعرف السر ورا ده. رياضه جديده تالقنا فيها، بين نخش بطولات تالقنا في البطولات، يعني انا دي برضو لسه مش واصله لي، ايه السبب في ده؟ والله انا بحس ان السر دايما مش عامل واحد، يعني هو اي منظومه بتنجح فهي بيكون الماركت كله او الاندستري كلها، الستيك هولدرز اللي فيه او الناس اللي شغالين فيه اشتغلوا صح، بحيث ان احنا الترس دار، بحيث ان الايه يعني زي ما بيقولوا كده المكنه في الاخر طلعت قماش يعني. فانا بحس ان هو الحمد لله الفتره الاخيره دي كل واحد قام بدوره كويس، يمكن زي ما قلت من الاول دعم الدوله المصريه نفسها في حته ان احنا نستضيف تصفيات كاس العالم، اظن الاتحاد عمل دور كويس برضو ان احنا نجيب مدرب كويس ممتاز للفريق، اللاعبين بصراحه كانوا فعلا رجاله، اتمرنوا فتره قويه جدا، عملنا معسكر قوي جدا في اسبانيا، فاظن ان هي مجموعه عوامل، ولكن في الاول وفي الاخر بترجع ان كل واحد في المنظومه نفسها قام بدوره، والنجاح لا ينسب لاحد، النجاح ينسب لمنظومه. واللعبه مشوقه، ها اللعبه طبعًا حلوه، يعني انا لعبتها مره عبط كده بس يعني انا بلعب تنس اصلا فما يعني بس هي مختلفه شويه. لا هي اللعبه حلوه جدا، ويمكن انا دايما بقول الميزه اللعبه دي ان هي سهل ممارستها ولكن صعب اتقانها، يعني لو اي حد دخل الملعب اول مره سواء هو كان عنده خبره في التنس، خبره في الاسكواش، ما كانش عنده اي نوع من رياضه مضرب، هينبسط اول مره والليفل بتاعه هيبدا يتحسن بصوره سريعه. فاللي بيحصل ان هي بتجمع الناس كلها، يمكن برضو بنشوف ان كل لعيبه الكره القدامى اللي كانوا مبطلين رجعوا يلعبوا، بنشوف على مستوى العالم كله، فهي لعبه فيري سوشيال وفي جميل. نفس الوقت ممكن تمارسها. هل يعني انتوا كاتحاد هل حاطين خطه ممنهجه معينه لتطوير اللعبه كمان ولزياده انتشارها؟ مثلا فكره ان يبقى في تعاون ما بين الاتحاد وبين المعاهد او الكليات او حتى المدارس المختلفه عشان نفرز بقى اجيال جديده من اولها كده، يعني يبقوا طالعين على مستوى عالي، فبتفكروا في حاجه زي كده؟ احنا الخطه بتاعتنا، احنا الهدف او نقول الفيجن بتاع الاتحاد ان احنا نشوف لاعبين مصريين على قمه التصنيف العالمي من 5 لـ7 سنين من النهارده، هو ده هدفنا. الخطه معتمده على 3 اعمده رئيسيه، العمود الاول هو برنامج تطوير الناشئين، قطاع الناشئين اللي احنا بنسميه The Road to 1000 Juniors، وده اول برنامج على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا لتاهيل قطاع الناشئين بالتنسيق مع الاتحاد الدولي. العمود الثاني اللي هو النشاط المحلي اللي احنا نقوم بيه، يمكن احنا كان اول امبارح كان عندنا اول مهرجان للاطفال، لمينا يمكن 70-80 ناشئ بيحبوا رياضه البادل، نزلوا قضوا وقت جميل في الملعب مع مدرب المنتخب ومع لعيبه المنتخب. والحاجه الثالثه اللي احنا حاليا بنتفق مع جامعات في اسبانيا ان احنا نبدا نفرز مدربين ونعمل ماجستير للبادل في اسبانيا ونعمل سكولرشيبس. هو في لينك ما بين اسبانيا وبين الاتحاد؟ حضرتك برضه من شويه كنت بتجاوب على سؤال نهاوند وقلت ان كان في معسكر في اسبانيا ودلوقتي بيتم الاتفاق مع اسبانيا، اشمعنى اسبانيا؟ لان اسبانيا تعتبر الدوله الرائده في الرياضه دي. اسبانيا اقوى دوله في العالم وهم ابطال العالم، واتحادها من ضمن الاتحادات القويه جدا، وكل ابطال العالم معظمهم عايشين في اسبانيا ويتمرنوا في اسبانيا، فهي تعتبر المرجع بتاعنا. وحتى الجمعيه العموميه بتاعت الاتحاد البادل اللغه الاساسيه هو اللغه الاسبانيه. فهو اسبانيا يمكن هم المرجع بتوعنا في والمكسيك راحت فين؟ بلد يعني انشات اللعبه واختفت بعد كده. لا هو اكشلي هو تم اختراعها في المكسيك ولكن انتشرت بصوره قويه جدا في الارجنتين ومن ثم اسبانيا، ولكن هم حتى كل الدول ثلاث دول بيتكلموا اسباني، هم في الاول وفي الاخر لغتهم الاسباني. انا نفسي اعرف بيخترعوها ازاي بقى الاصل بقى، واحد ماشي يعني عايز فاهم قصدي؟ انت كمان على اللعبه نفسها بيخترعوا اللعب ازاي يعني؟ مين يعني اللي اخترع؟ اوكي اخترعت في المكسيك بس اخترعها ازاي بقى؟ هو كان راجل في اكابولكو في الستينات، لما كانت اكابولكو هي مركز، هي زي موناكو دلوقتي، كانت كانت مكان يعني او المصيف بتاع كل الاغنياء بالظبط كده. فهو كان في لعبه اسمها فرونتون، لعبه قديمه جدا برضو مبنيه على كوره ومضرب وكده، وكان عندهم مشكله ان هي الكوره كانت لما بتتلعب وبترجع في الظهر كانت بتبعد جدا. فقال لك طب ما نحط حيطه ورا بمبدا ان احنا ما نقعدش نجري كتير بالظبط كده. فهو عنده بقى مع الوقت اصدقائه فيري كومبتيتيف، فالكوره بترجع من الحيطه بدا يلعبها، فمن هنا بدات. والموقف الظريف ان هو زوجته
كانت ليها دور مهم جدا ان هي اول واحده كتبت قواعد اللعب. لا مش كورتورا. معقول. اه والله فعلا هي واللي هي مطبقه لحد دلوقتي. لا طبعا تم تغيير فيها، بس اهدته في عيد ميلاده الكتاب بتاع التكنيكال بوك بتاع البادل بتاع كورتورا اللي هو مخترع اللعب. اوكي والله قصه حلوه والله بجد بجد. هي قصه جميله فعلا طبعا. بالمناسبه انا عايز اروح، انا عارف ان انت اسكندراني زي حالاتي واحنا عارفين ان البادل هي رياضه بتمارس بكره والمضرب. تمام. الاسكندرانيه من زمان قوي يا هوند عندنا ثقافه الراكت. مظبوط. ما كانتش موجوده في القاهره على فكره، يعني بتمارس على استحياء بالمقارنه بالاسكندريه والاسكندرانيه. هل ده اي دلاله معينه او اشاره ان ممكن مثلا يبقى في اللاعب السكندري اللي متعود على الراكت تحديدا مش بقى التنس والسكواش ممكن يبقى له شان في هذه الرياضه؟ بص لك انا حاجه، احنا لما عملنا برنامج قطاع الناشئين وبدا التسجيل فيه للناشئين شفنا اقبال غير طبيعي من اسكندريه، ودي حاجة خضتنا لأن احنا شفنا طبعا متوقعين ان العدد الأكبر هيبقى من القاهرة نظرا لوجود أندية أكبر وقاعدة أكبر وعدد طبعا سكان المحافظة أكثر طبعا، بس في إقبال غير طبيعي من اسكندرية. اسكندرية اللعبة واخدة يعني شهرة عالية جدا، وبنشوف فعلا ان كتير جدا من اللعبة اللي احنا بنقابلهم بيبقوا لعيبة راكت أصلا. فاللي بينزل هو الراكت ملوش اتحاد وملوش بطولات ليه بيمارس كده؟ انا اظن عشان هو الاتحاد يعني الراكت قواعده نفسها والسكورينج سيستم بتاعته صعبه. لو الراكت اتحسس له او تاسس بموجبه اتحاد اوعدك بسيطره سكندريه بلا منافس. بالتالي ده ضمن الالعاب الترفيهيه حسب ما انا اعتقد. انا ما اعرفش هل هو بيمارس بصوره تنافسيه ولا لا، بس احنا فعلا الطبيعي ان اسكندريه ما فيش شاطئ عليها لا يخلو من طبعًا. من صوت ضربه الراكت تبقى ماشي كده على البحر وانت سامع ان هو ايه طبعًا. فهي طبعا لعبه سكندريه يعني شهيره اكيد. طيب خلينا بقى نروح ونتكلم شويه عن يعني فكره هنا نشر اللعبه بشكل اكبر. ايه الاستراتيجي اللي المفروض هتمشوا عليها برضو استاذ غتواري عشان الدنيا توسع او الدنيا تكبر والاقبال يبقى اكتر وبالتالي يبقى يعني الابطال اكتر وبالتالي تبقى المشاركات الدوليه اكتر وبالتالي الميداليات تبقى افضل؟ تمام. هو احنا يعني غير الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هم ثلاث اعمده الرئيسيه، احنا النهارده بدانا بتوجيهات برضو من معالي الوزير ان احنا نقرب جدا من الانديه وان احنا نبدا اكاديميات داخل الانديه لان في قاعده شبابيه كبيره جدا لان هم دول مستقبلنا وده هدفنا ان احنا نوصل للشباب ونوصل للناشئين. بدانا طبعا نتكلم مع انديه كتيره النهارده وفعلا وصلنا لاربع او خمس انديه بس الانديه انت هتوصل للاليت برضو مش هتوصل لاي حد. هل في فكر على مراكز الشباب ولا الملاعب مكلفه ان انا اروح اعمل في مراكز شباب؟ بصي هو الخطه موجوده بس احنا دايما بنحاول ان هو يعني بنحاول نقسم الخطه الى حاجات واقعيه نجيب بيها نتائج ومن ثم نخش على الخطوه الثانيه. يعني. احنا الميزه الحمد لله ان احنا عملنا حاجات كتيره فالناس بتعاملنا ساعات ان احنا اتحاد كبير اوريدي واتحاد قديم ولكن الواقع ان احنا مشهورين بقالنا اربع او خمس شهور فقط. أيوة يعني صح. فدي خطه موجوده طبعا. احنا مراكز الشباب برضو من ضمن في كذا مركز شباب تواصل معانا وعايزين يحطوا ملاعب النهارده فبرضو شغالين معاهم فاكيد احنا هدفنا ان احنا وبدانا النهارده كمان نركز في المحافظات. هيبدا يكون في محافظات في الدلتا بدات تعمل ملاعب وهنساعدهم عن طريق ان احنا نوفر لهم المدربين المعتمدين وان احنا نحاول لان احنا فعلا زي ما حضرتك قلت احنا عايزين نوصل الرياضه لكل مصر ما تكونش حكره على طبقه معينه او حكره على محافظه معينه. صح. يعني فكره ان ساعات كتير لما بنيجي نتكلم عن ابطال في رياضات مختلفه في اغلب الاحيان مش دايما بس في اغلب الاحيان وخصوصا الرياضات الاقل حظا مش زي كره القدم يعني الرياضات الثانيه اللي بيتقال عليها منسيه الى حد كبير ومنسيه هنا مقصود بيها منسيه مصادر التمويل اللي ينتج عنها دعم يستحقه اللعيبه الابطال في الرياضات المختلفه. انا عارف طبعا ان الاتحاد المصري للبادل هو اتحاد ناشئ اتحاد وليد فلسه ما تهيأليش ان انتوا بصدد اللي انا هتكلم فيه بس خلينا برضو ناخد فكره. هل انتوا عندكم اي مشاكل في الموارد او في جلب رعاه ورعايه للعيبه بتوعنا وده يسهل ماموريه عمل معسكرات خارجيه جلب مدراء فنيين او مدربين اجانب واجهزه فنيه اجنبيه الى اخره وعندكم مشكله في الحته دي ولا مش حاصل؟ والله بص احنا لما اول ما بدانا التاسيس بدانا with the end in mind اللي هو يعني اول حاجه بالنسبه لك انت عشان خاطر تقدر تنجح. فالنهارده اصبحت الرياضه هو علم واصبح استثمار واصبح انت محتاج صناعه البطل النهارده اصبحت مكلفه طبعا. فاحنا اول حاجه فكرنا فيها ان احنا كان بقالنا فتره من واحنا تحت التاسيس ان احنا بننشئ مشاريع رياضيه قويه مشروع رياضي قوي ان احنا نتوجه بيه للسبونسرز كاستثمار رياضي تقصد؟ لا يعني ان احنا نقدر بالظبط في الرياضه لان لا مش استثمار رياضي ولكن ازاي نقدر نوفر موارد للاتحاد
اوكي بدون الرجوع الى الدوله المصريه بكميات يعني بمبالغ. لا وصلنا الحمد لله النهارده وصلنا لرعاه كتير طبعا مش عايز اذكر الاسامي بس يعني وصلنا الرعاه النهارده الحمد لله وكل اللي احنا في استجابه منهم طبعا وكل اللي احنا حققناه الفتره الاخيره دي كانت بدون دعم مادي من وزاره الشباب والرياضه وده كان بناء مش تاخيرا منهم لان دايما معالي الوزير دايما من ضمن الناس اللي بتدعمنا جدا ولكن احنا كمجموعه شباب عايزين نقول ان احنا لو هنعمل اتحاد فاحنا قادرين نصرف عليه وقادرين نعظم من موارده لان دوت جزء من مهام الاتحاد انه يقدر يصرف على رياضته فالحمد لله احنا قدرنا نحقق دوت كله بالشغل مع الرعاه ومع سبونسر شيبس ومشاريع رياضيه قويه بدون تكلفه الدوله اي مصاريف اضافيه على الرياضه. بس هي برضو البادل في الاول في الاخر لعبه يعني شياكه يعني مش اللي هو يعني هتلاقي اللي بيمارسها الى حد ما بي بلس يعني تمام. مش ان هم ناس محتاجه دعم ما عندهمش امكانيات ماديه حسب علمي يعني حضرتك تاكد لنا يعني هو حضرتك احنا بنتكلم على اللي بيمارسها صح ولكن الاتحاد ان احنا النهارده يعني نقدر نجيب مدرب اجنبي بعد 10 ايام ده مبلغ ان احنا نقدر نستضيف تصفيات كاس العالم في مصر بواحد دي امور بقى اخرى كده. مش بالظبط فاحنا يعني. مشكلتنا الدعم هنا مش ان احنا ندعم اللاعبين على قد ما ندعم الكيان اللي بعد كده مسؤوليته ان هو يدعم اللاعبين ايوه فده اللي احنا كنا يعني مسيو احمد والله حضرتك نورتنا للاسف الوقت خلص بس احنا سعداء ان حضرتك كنت معانا قبل اشهار الاتحاد وبعد اشهار الاتحاد وباذن الله الفتره اللي جايه كمان تكون معانا بعد حصد لميداليات مختلفه بقى ده اللي احنا بنتمناه كده كل خطوه يبقى فيها تقدم باذن الله ان شاء الله انا بشكرك جدا على اللقاء الجميل احنا بنشكرك على وجودك معانا نورتنا وشرفتنا وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله بشكرك على وجودك خلونا نطلع فاصل سريع جدا يا حضرات ونرجع بعديها عشان نستقبل تاني ضيوفنا في تاني فقرات الحواريه خليكم معانا.